هنعمل محافظة الغربية بتعمل حمام، فأنا عندي مثلا حمامتين دلوقتي هاخد لهم حوالي بياخدوا مثلا قولي كوباية رز، الاتنين بياخدوا كوباية أو أقل من كوباية كمان، بس أنا الكوباية دي بالزيادة، الكوباية دي إن أنا ممكن هفضل منها يفضل منها شوية يتحط تحت الحمامة خلاص. فأنا هعمله رز إيه؟ رز غامق كده، يعني رز ليه لون بالبصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بقى عندي هنا إيه؟ حلة فيها مية، هحط فيها ايه؟ عندي جزر وعندي بصل وعندي ورق لورا وعندي حبهان وشويه ملح وفلفل، ده للايه؟ للميه لما تغلي. لا لسه، دي ميه ما شاء الله بيتوصوا بيها دايما في الميه. هجيب بقى هنا كده اعمل بقى الايه؟ الرز بتاع الايه؟ الرز بتاع الحمام. هعمله ازاي؟ عندي بصلايه مبشوره، رز، ممكن معلقه صلصه وممكن لا، بس الصلصه دي هخليها للوش، وعندي كاود القوانص، بس دي كاود القوانص دي هخليها نيه في الاخر، هوريك هعملها ازاي. زي برضو في الارياف بيعملوها، يعني هنرجع ايه؟ يعني الموضه دلوقتي انهم مثلا بيروحوا مقطعين الكاود القوانص ويسووها مع البصله وبعدين يحطوا الرز، ما كانوش بيعملوا كده. هم لا، هم كانوا زمان حتى بيحطوا الرز ني، ما كانوش بيسووه كمان. بس انا لا، انا هسويه عشان اللي هيشتغل معايا دلوقتي، يعني هم كانوا يخلطوا الرز كده مع الـ مع الـ البصل المبشوره مع ملح وفلفل ويحشر حبه صغيرين قوي ويتنفش بقى جوه الحمامه. بس انا مش ضامن اعملها لكم كده، ان ممكن اي حد يحشيها جامد فتفرقع منه او رز يطلع ني. فالافضل والاحسن ان احنا نسويه، ده الاسهل يعني بالنسبه لي ماشي. فانا هجيب كده اي حبه زيت او سمنه، بسم الله الرحمن الرحيم، شويه سوى الرز كده، حط بصلية مبشورة، تغمق سنة كده، وهنا نشوف الأخبار ايه. لا لسه شوية، اجيب بقى ايه؟ انا عايزة شوية ملح وفلفل، احط هنا ورق اللورة على الحبهان مش مشكلة، عشان اخد هنا شوية ملح وفلفل كده، فلفل، ممكن بصلايه كمان مبشوره على الملح والفلفل. هوريكم الخلطه دي دلوقتي تاني اهي، بصوا ملح وفلفل والبصل المبشوره حتى صغيره كده ماشي، واقلبهم كلهم مع بعض كده، واجي بقى ايه؟ اتبل الحمامه بيها قبل ما احشيها اصلا ماشي. ادي كده، شوف بس هنا البصله عشان خلاص هنزل عليها الرز وقلبه، طبعا كل ما بتغمقي البصله كل ما الرز معاكي بيغمق. وديها ميه بقى، ميه عاديه كوبايه ميه بس، بخليها تستوي الايه؟ ال 90% سوا. بصوا انا عملت ايه؟ خدت بالكم الخلطه انا عملتها لها عشان الموضوع اللي هيتجوزوا مش هيتجوزوا دول ربنا يهديهم. بصلايه مبشوره صغننه وملح وفلفل، عملت بيه الحمامه بره وجوه كده، تبلتها خلاص. طب على ما احشيها عايزه احط بس هنا ايه؟ الميه بتغلي، هحط البصله، بسم الله الرحمن الرحيم، ورق لورو وحبهان اتنين بس كده، وجزرتين او ثلاث شرايح جزر، شويه ملح، شويه فلفل، ويغلوا حبه كده على ما ايه؟ ابدا احشي، يكون عمل شويه بيبقى احسن بينزل على ميه ساده خالص كده تمام. انا عندي الرز بعد ما استوى 90% سوى، ابدا احشي بقى كده، بصوا كده من هنا كده، وابدا انفذ على الحصله من تحت كده ماشي، كده زي الجيب كده تمام. معانا سؤال العمره، من هو النبي الذي امن به جميع قومه؟ يونس ولا محمد ولا عيسى؟ اتصلوا على 2210 ولا وزير 900 لو ارضي 9500، او تبعتوا رسائل على 95177. بصوا بقى الحصره بتتملي حلو ازاي كده لما يكون الايه؟ الرز مستوي، وبعد كده املى من جوه شويه كده اوكي، وبعدين احط الكبده بتاعت الحمايه، وبعدين احط القناصه اقفل بيها في الاخر،
نيه خالص ما فيهاش اي حاجه، هي تستوي مع الحمامه وبعدين اكتفها. صح؟ تعملوا في طنطا كده، ما انا عارفه. بلاش طنطا يا ابني. انا اصلا موضه في طنطا على فكره بقى. رجعنا مصر تاني. بصوا كده احط بقى في الميه تغلي.